هنبدأ فقرة الفيسبوك من صفحة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللي نشر تهنئة لمنتخب الناشئين اللي بيلعب بطولة العالم في تونس وكسب تاني مباراة ليه في دور المجموعات على حساب الأرجنتين. ونشرت صفحة الاتحاد المصري للطائرة الصورة دي وكتبت 1,000,000 مبروك فرحة فوز مصر على الأرجنتين بنتيجة 3-1 في بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة في تونس.